مصر تجذب 25% من تدفقات الاستثمار الأجنبي للقارة الأفريقية خلال العام الماضي. النرويج ترفع سعر الفائدة إلى 4% وتتطلع إلى زيادته في سبتمبر. واليابان تعلن تراجع الصادرات بنسبة 0.3% على أساس سنوي في شهر يوليو. مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نشرة اقتصادية جديدة تأتي حضراتكم عبر شاشة إكسترا نيوز، ومن العناوين إلى تفاصيل النشرة. زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر خلال العام الماضي بنسبة 122% لتتصدر البلاد المرتبة الأولى إفريقيا. المزيد في هذا التقرير. مع تمتع مصر بالعديد من المقومات الاقتصادية لجذب الاستثمارات في إطار الإصلاحات الاقتصادية الكلية التي تبنتها الدولة، زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنسبة كبيرة خلال العام الماضي، كما شهدت البلاد تدفقات فاقت الضعف مع زيادة مبيعات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود. وفي تقرير الاستثمار العالمي لعام 2023 الصادر عن مؤسسة الأونكتاد، تصدرت مصر المركز الأول في مؤشر تدفقات الاستثمارات الأجنبية على مستوى القارة الأفريقية في ضوء كبر حجم الاقتصاد المصري وما يتمتع به من قاعدة صناعية راسخة ومتنوعة، مع إمكانية الاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات والأنشطة. معدل نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ارتفع بما يفوق الضعف بنسبة 122% وبقيمة 11 مليارا و400 مليون دولار، مستحوذة على 25% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى أفريقيا، كما شكلت الاستثمارات بمصر نحو 75.8% من إجمالي التدفقات في دول شمال أفريقيا والتي بلغت 15 مليار دولار. وساهم الموقع الاستراتيجي لمصر في تفوق مركزها بين دول القارة باعتبارها طريقا تجاريا رئيسيا بين أوروبا وآسيا، بما يزيد من الشركاء التجاريين المحتملين، إذ تتمتع مصر بإمكانية الوصول إلى الأسواق الرئيسة الكبيرة من خلال العديد من الاتفاقيات التجارية التي تضمن للمستثمرين سهولة التوسع في الأسواق الدولية. من جانبه، توقع صندوق النقد الدولي أن يتخذ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر اتجاها عاما تصاعديا ليصل إلى نحو 17 مليارا و100 مليون دولار خلال عام 2024-2025. قرر البنك المركزي في النرويج رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة ليصل إلى 4% لكبح التضخم، كما كان متوقعا على نطاق واسع. وقال المركزي النرويجي إنه يتطلع إلى زيادة الفائدة في سبتمبر المقبل مرة أخرى، وسط توقعات بأن يصل سعر الفائدة إلى 4.25% بنهاية الربع الثالثي من هذا العام. أجرت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية دراسة كشفت عن أن 3 من كل 5 شركات تعتقد أن صفقات التجارة الحرة بعد بريكزيت لن يكون لها أي تأثير إيجابي في أعمالها. نتابع. رغم محاولات المملكة المتحدة لعقد صفقات تجارة حرة بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، إلا أن الشركات البريطانية لا تثق في جني أي فوائد محتملة من تلك الصفقات، إذ يقول المصدرون إن بريكزيت أضر أكثر مما نفع بمبيعاتهم الخارجية. ووجدت دراسة استقصائية أجرتها وزارة الأعمال والتجارة البريطانية على أكثر من 3000 شركة أن 3 من كل 5 شركات تعتقد الآن أن صفقات التجارة الحرة لن يكون لها أي تأثير إيجابي في أعمالها، بما في ذلك نصف الشركات المصدرة.
كما أشار استطلاع أجرته يوغوف لأبحاث السوق إلى أن الجمهور غير راض بشكل متزايد عن تداعيات بريكزيت على الاقتصاد، إذ يرى 61% من الناخبين أن بريكزيت جعل البلاد أسوأ حالا، في حين يرى 53% ممن شملهم الاستطلاع أن المملكة المتحدة يجب أن تكون لها علاقة أوثق مع الاتحاد الأوروبي في اتفاق التجارة الحرة الحالي. الدراسة أظهرت أيضا أن نسبة الشركات البريطانية المصدرة إلى الخارج ظلت راكدة منذ عام 2016 رغم تعهدات بإطلاق العنان لإمكانات عالمية بريطانية. كما أشار الاستطلاع إلى وجود تشاؤم في شأن فرص التصدير على الرغم من توقيع اتفاقين تجاريين جديدين العام الماضي مع أستراليا ونيوزيلندا. نددت الولايات المتحدة بالهجمات الروسية على البنية التحتية لتصدير الحبوب في أوكرانيا، وقالت إنها تعمل مع شركاء لإيجاد خيارات بديلة لصادرات الحبوب الأوكرانية. قال فيدنت باتيل نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن واشنطن تدعو روسيا للعودة إلى الفور إلى مبادرة حبوب البحر الأسود، مضيفا أن الولايات المتحدة لم ترى أي بادرة من جانب موسكو تعبر عن رغبتها في العودة إلى الاتفاق الدولي. أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز أسوشيتد بريس نيويورك أن 36% فقط من الأمريكيين يوافقون على تعامل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الاقتصاد، وذلك على الرغم من تركيز بايدن في الأسابيع الماضية على تأكيد الآثار الإيجابية لسياساته. وكشف الاستطلاع أن نسبة الرضا عن طريقة تعامل بايدن مع الاقتصاد تقل هذا العام عن النسبة المسجلة العام الماضي وهي 42%. زادت التوقعات باستمرار الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة بعد أن سجلت مبيعات التجزئة نموا أكبر من المتوقع في يوليو الماضي. المزيد نتابعه في هذا التقرير. آمال محبطة تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن سجلت مبيعات التجزئة نموا أكبر من المتوقع في يوليو الماضي، ما ينذر باحتمال استمرار الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة رغم توقعات بوقف التجديد النقدي. ومع ارتفاع مشتريات الأمريكيين عبر الإنترنت وزيادة ارتيادهم للمطاعم، زادت مبيعات التجزئة بنسبة 0.7% الشهر الماضي، وتوقع اقتصاديون ارتفاع مبيعات التجزئة بنحو 0.4% فقط، خاصة وأن الإنفاق الاستهلاكي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد في الولايات المتحدة. وفي الوقت ذاته ومع زيادة الطلب وتعطل عدد من منشآت تكرير البترول، ارتفع سعر البنزين في الولايات المتحدة لأعلى مستوياته خلال عام، فضلاً عن تراجع المخزونات الأسبوعية دون المتوسط الموسمي للأعوام الخمس الماضية. وعلى غرار الأزمات التي تعاني منها أمريكا بالوقت الراهن، حذر محلل في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن البنوك الأمريكية بما في ذلك جي بي مورغان يمكن خفضها إذا خفضت الوكالة تقييمها للبيئة التشغيلية للصناعة. كانت وكالة موديز قد خفضت تصنيف 10 بنوك أمريكية متوسطة الحجم بالفعل، وحذرت من أنها قد تخفض تصنيفات العديد من البنوك الأخرى. وتؤثر الثغرات في الإطار التنظيمي وعدم اليقين بشأن المسار المستقبلي لرفع أسعار الفائدة بشكل كبير في نظرة وكالة الائتمان لأداء الاقتصاد الأمريكي، ما تسبب في حدوث اضطراب كبير بالأسواق. قررت البنوك الروسية الكبرى رفع الفائدة على الودائع بعد قرار المركزي مؤخرا زيادة الفائدة الرئيسية من 8.5% إلى 12%. جاء القرار مفاجئا للأسواق، حيث توقع المحللون الذين استطلعتهم وكالة نوفوستي رفع المؤشر بواقع من 1.5% إلى 2%. كما يرى الخبراء أن هذه الخطوة ستسهم في استقرار الروبل. يهدد نحو 700 عامل في منشآت الغاز الطبيعي باستراليا يهددون بعمل إضراب ما
نتيجة خلافات مع أصحاب العمل حول الأجور، ما ينذر باحتمال نقص الإمدادات ومن ثم ارتفاع الأسعار. نتابع. ارتفاع كبير في أسعار الغاز الطبيعي نتيجة نقص محتمل في الإمدادات جراء تهديد نحو 700 عامل في منشآت الغاز في استراليا بالإضراب، بالتزامن قرب دخول موسم الشتاء الذي يرتفع فيه الطلب على الغاز للتدفئة. تهديدات سلاسل الإمداد نتيجة خلافات العمال مع أصحاب العمل تنذر بنقص محتمل في الإمدادات قد يصل إلى 10% من إنتاج الغاز المسال عالمياً، وبالتالي قفزة بالأسعار بعد تراجع شهدته نتيجة تأمين المخزونات اللازمة بالعديد من الدول. وفي وقت تعتمد فيه أوروبا على استيراد الغاز المسال من أستراليا، فإنها ستحتاج إلى الدخول في منافسة مع الدول الأخرى المستهلكة للغاز في آسيا للعثور على شحنات بديلة للغاز الأسترالي. كانت وكالة بلومبيرغ قد توقعت أن يعود قطاع الغاز الطبيعي المسال في أستراليا بعائدات تصدير إجمالية تبلغ 45 مليار دولار بالعام المنتهي في يونيو الماضي، ما يعني أن النزاعات تعرض صناعة بمليارات الدولارات للخطر. وتشير البيانات إلى أن صادرات الغاز المسال العالمية قفزت خلال شهر يوليو الماضي مسجلة رقما قياسيا جديدا، في حين تباطأ نمو الواردات مع تراجع الطلب الأوروبي. وبلغت صادرات العالم من الغاز الطبيعي المسال 33 مليون و600 ألف طن خلال يوليو بزيادة 5.4% عن الشهر نفسه من العام الماضي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق لصادرات الغاز الطبيعي المسال عالمياً. ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم وسط استمرار المخاوف بشأن اقتصاد الصين واحتمالية إجراء المزيد من التشديد النقدي في الولايات المتحدة. صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.8% لتصل إلى 84 دولار و14 سنتا للبرميل، كما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس عند مستوى 80 دولار و3 سنتات للبرميل. أما أسعار الذهب فتباينت مع زيادة التوقعات بأن يستمر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تشديد سياسته النقدية. صعد سعر التسليم الفوري للذهب ب0.3% ليصل إلى 1897 دولار للأوقية، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.6% لتسجل مستوى 1927 دولار للأوقية. تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الثالث على التوالي مع تقييم المستثمرين لعلامات على ضعف اقتصاد الصين، إلى جانب مخاوف بشأن المزيد من رفع الفائدة الأمريكية. انخفض المؤشر الرئيسي ستوكس يوروب 600 بنحو 20%، كما هبط كاك الفرنسي بنسبة 17%، وتراجع فوتسي البريطاني بما يقارب 20%، فيما انخفض داكس الألماني بقيمة 16%. هذا فيما تباينت مؤشرات الأسهم الآسيوية في ختام تعاملاتها اليوم، إذ انخفضت مؤشرات الأسهم اليابانية بعدما سجلت صادرات البلاد أول تراجع شهري لها في أكثر من عامين مع ضعف الطلب، ليغلق المؤشر الرئيسي في بورصة طوكيو على انخفاض بنسبة 0.4%، فيما ارتفعت الأسهم الصينية بعد تراجعها على مدار 4 أيام مع تكثيف البلاد لجهودها لوقف تراجع اليوان، ليرتفع مؤشر شنغهاي في نهاية الجلسة بنسبة 0.4%. أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية تراجع صادرات البلاد بنسبة 0.3% على أساس سنوي في يوليو،
مسجلة أول تراجع لها في 29 شهرا. انخفضت الواردات بنحو 13.5% مقارنة مع متوسط التقديرات بتراجعها 14.7%. كما سجل الميزان التجاري عجزا قدره 537,600,000 دولار. توقعت مؤسسة مورغان ستانلي أن ينخفض النمو الاقتصادي للصين هذا العام بعد سلسلة من البيانات المخيبة للآمال من البلاد والمخاوف بشأن قطاع العقارات المحاصرة، وذلك من أجل عامل التباطؤ الحاد في النفقات الرأسمالية وسط تقليص المديونية في قطاع العقارات وعن طريق آليات تمويل الحكومة المحلية مع تأثيرات غير مباشرة على الاستهلاك. قالت وزارة التجارة الصينية إن بكين تجري تقييما شاملا للأمر التنفيذي الأمريكي الذي يقيد الاستثمار، وأشارت إلى أن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة بناء على نتائج التقييم. كانت الوزارة قد طالبت بأن ترفع الولايات المتحدة الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم بعد رفض منظمة التجارة العالمية إجراء مماثلا. المزيد في هذا التقرير. تصعيد جديد يزيد من حدة الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين على خلفية فرض واشنطن رسوما جمركية على واردات حيوية من بكين. وزارة التجارة الصينية طالبت بأن ترفع الولايات المتحدة على الفور الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب والألمونيوم الصينية، وذلك بعد رفض منظمة التجارة العالمية إجراء مماثلا من جانب بكين بحق واشنطن. واتهمت الوزارة منظمة التجارة العالمية بانتهاك سلوك أحادي وحماية الجانب الأمريكي، معتبرة أن الإجراءات المضادة التي اتخذها الجانب الصيني وفقا للقانون هي خطوة لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة. وكانت منظمة التجارة العالمية قد اتهمت الصين بانتهاك التزاماتها التجارية بفرضها تعريفة جمركية على منتجات أمريكية بقيمة 2.4 مليار دولار ضمن الرد على إجراءات واشنطن المتخذة من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. ويعود النزاع التجاري بين واشنطن وبكين إلى فترة رئاسة ترامب عندما بدأ حربا تجارية مع الصين، حيث فرضت إدارته رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب العالمية و10% رسوما جمركية على واردات الألمونيوم. وأثارت الرسوم الجمركية الأمريكية على المعادن الصينية ردا غاضبا من بكين التي قدمت شكوى إلى منظمة التجارة العالمية وفرضت في المقابل تعريفات جمركية على مجموعة من السلع الأمريكية المستوردة. ورغم تنامي النزاع التجاري بين واشنطن وبكين في السنوات الماضية، إلا أن حجم التجارة بين الولايات المتحدة والصين بلغ نحو 800 مليار دولار، وهو ما يعكس استمرار وجود مصالح مشتركة بين البلدين. استثنت كندا من قائمة الدول التي يسمح للمجموعات السياحية الصينية بزيارتها لقضاء العطلات. وأفادت سفارة الصين لدى أوتاوا أن بكين رفعت هذا الأسبوع أو الأسبوع الماضي حظرا يعود إلى فترة كوفيد على الرحلات السياحية ضمن مجموعات للصينيين إلى عشرات الدول من بينها الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وأستراليا، لكنها تجاهلت كندا ولم تدرجها في القائمة. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الاقتصادية. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضرتكم على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، كانت معكم في هذه الجولة دريم مصطفى، حتى ألتقيكم بعد قليل، أترككم في أمان الله.